ازيكم يا شباب؟ احنا طبعا خلاص دلوقتي بنجهز نفسنا ان احنا رايحين الامتحان، وقبل الامتحان حبيت اقول لكم كلمتين. الكلمتين دول تخلوهم حلقة في ودانك، لان طبعا دلوقتي كل الناس بتبقى رايحة متوترة وخايفة واعصابها تعبانة، بس الكلمتين دول يطمنونا شوية ان عاوزكم دايما تتفائلوا خيرا. ان شاء الله كل الامور هتمشي كويسة، وناس كتير بتدعي لكم دلوقتي، وربنا عمره ما هينسى تعبكم طول السنة، وإن شاء الله هيعوض ويكلل تعبكم ده في الامتحان. وخلي بالكم من حاجة تاني، إن التركيز مهم جدا في مادة الفيزياء لأنها بتعتمد على التركيز. يبقى أنت لو تعبت أعصابك أو خفت أو قلقت يبقى أنت كده مش هتركز، فممكن أسئلة تفقد منك. لا إن شاء الله الموضوع سهل، وبعد كده تقرأ السؤال، وزي ما قلنا أقل عدد مرات تقرأ للسؤال مرتين، يعني ما تحاولش تقراه من اول مره وتجاوب، لا اقراه مرتين، لربما يكون في اي حاجه انت ما اخدتش بالك منها. بعد كده اهم حاجه في الامتحان برضو اداره الوقت. يعني ايه اداره الوقت؟ يعني انت بتحل لو لقيت سؤال انت مش عارفه، او السؤال ده هيطول معاك زياده عن اللازم، لا سيبه دلوقتي وروح حل الحاجات السهله، وان شاء الله في الاخر بعد ما تحل كل حاجه وتطمن كده هتلاقي نفسك لما ترجع تفكر فيه ان انت بتعرف تحله. لكن اهم حاجة تدي السؤال ده علامة، لربما طبعا تنساه وما ترجع لهوش تاني. بعد كده بقى عاوزك تستخدم المنطق. لو جه عندك سؤال وانت معرفتهوش خالص وحاولت فيه كل المحاولات ومعرفتهوش، اقرأ السؤال كده وحاول تطلع منه بعض الكلمات المفتاحية. يعني ايه كلمات مفتاحية؟ يعني كلمات مرت عليك في المنهج، تحاول تشوف الاجابات اللي موجودة تحت، وفي الغالب هتبقى الاجابة حاجة مرت عليك في المنهج. طبعا ده لو كان سؤال يعني في جزء نظري، لكن لو كان سؤال بالأرقام برضه حاول تبص على الأرقام، لأن الأرقام ممكن يبقى فيه أرقام منطقية وأرقام غير منطقية، ولما أبص كده طبعا ممكن أوصل للإجابة. وخلي بالك في أي سؤال أنت وبتحله ولو طلع لك قيمة وبصيت لقيت في الاختيارات جايب لي قيمة صفر، ارجع اقرأ السؤال تاني، لربما يكون حاطط كلمة في النص طبعا مغيرة عندي السؤال خالص وأنا مش واخد بالي منه. ربنا يساعدكم، وإن شاء الله الامتحان كويس، وإن شاء الله كلكم هتحلوا كويس وهتطمنوني لما تطلعوا فرحانين من الامتحان. قلبي معاكم، قلبي معاكم، اوعى تخاف، وإن شاء الله كل الأمور هتمشي على خير، وأشوفكم بعد الامتحان على خير إن شاء الله.